مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا المتجدد معكم يوميا هنا ماسبيرو. هنا ماسبيرو زي ما تعودنا مع حضراتكم، بنبدأ في البداية أننا بنقول إحنا هنعمل إيه النهاردة وإيه اللقاءات الموجودة معنا. الجزء الثاني من لقاء الليلة هيكون مع الزميلة شيرين الشايب وضيفها الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي وتنمية المهارات الذاتية والبشرية وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، عشان يكون الحوار حول أهم المحاور اللي بيتناولها المؤتمر الدولي السادس للصحة النفسية بجامعة عين شمس، واللي من أهم الموضوعات الحقيقة المطروحة عليه هي اكتشاف أنواع الشخصيات وتصنيفاتها ومدى تفاعلها مع بعضها البعض وموضوعات نفسية أخرى كثيرة. يعني موضوع شيق هتستمتعوا به إن شاء الله. أما في الجزء الأول فأنا أشرف أن أكون مع حضراتكم، وحنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية أيضا، لأنه له علاقة أيضا بالتواصل الإنساني مع القارة الإفريقية والشعوب الإفريقية كجمعاء. الحقيقة أنه مؤخرا الهيئة العامة للاستعلامات أطلقت منصة عالمية بثلاث لغات لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان ومجهودات مصر في حماية حقوق الإنسان والإعلام الخارجي، وأيضا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، ودي قضية مهمة جدا جدا، وأيضا كثير من الموضوعات الحقيقة اللي بتشكل معوقات تحول دون الاندماج والتفاعل الحقيقي مع الدول الإفريقية الشقيقة، واللي ما عندناش معلومات كافية عنها، مشاكل المصريين في الخارج وزي بيتواصلوا معاهم، موضوعات كتير قوي قوي هتعوز على اهتمام حضراتكم. ده هيكون في اللقاء الأول، وهيكون ضيفي السيد المستشار عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي للهيئة العامة للاستعلامات. أما الآن فحنشوف أهم أخبار وردت لنا عايزين نركز عليها الحقيقة النهاردة. الخبر الأول أنه منذ 54 عام، يعني من 54 سنة بالضبط، كان مغلق للسياح. مصر تفتتح حرم سينيفرو بدهشور للزوار، وأنه هذا الهرم الحقيقة أهميته أنه منظمة اليونسكو أدرجته ضمن قائمة التراث العالمي، يعني بقى له قيمة دولية عالمية إنسانية. مش مصر بس اللي بتملك هذا الهرم، إنما أصبح ملكية عامة للعالم كله وللبشرية. موضوع الحقيقة غاية في الأهمية، وهيكون لي إن شاء الله غدا في حلقة الغد لقاء مطول مع ضيفي حول هذا الموضوع، عشان نعرف بالضبط من هو سينيفرو وإيه هي هذه الحقبة الهامة من التاريخ الفرعوني، وليه الهرم ده اتقفل منذ عام 65 وتم افتتاحه هذه الأيام. الخبر التاني اللي هنتكلم عنه برضو خبر يهم كل المصريين، وهي حلم حلمنا بيه سنين كتير قوي، إن المصري يحظى بمنظومة صحية وعلاجية سليمة. منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتضمن هتضمن العلاج والخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة وفي متناول يد الجميع، اللي هتضمن حرية المؤمن عليه المواطن من انه يختار المكان اللي هيتعالج فيه، اللي هتضمن مستوى العلاج، مش هيكون في مستويين او مكيالين في العلاج. كل ده الحقيقة احنا كنا بنحلم بيه، ان يكون في فعلا مظلة صحية بتشمل صحة المصريين كلهم. دكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أكد أنه نظام التأمين الصحي بيعتبره أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي وأولى ثمار الإصلاح الاقتصادي. كنا دايما بنقول الصحة والتعليم الحقيقة، وأن الحلم ده أصبح حقيقة بانطلاق المرحلة التجريبية في بورسعيد، ونجحت جدا لحد النهاردة الأخبار اللي بتجيلنا، ونتمنى أنها تعمم على باقي محافظات مصر حسب الخطة الموضوعة. وبيقول أنه الحقيقة الدولة والقيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم لضمان نجاح النظام الجديد في تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين. طبعا احنا بنتمنى ده، وبنتمنى انه فعلا المصري يحظى برعاية صحية جيدة وعلى اعلى مستوى. هنشوف تقرير عن هذا الموضوع، نرجع مع حضراتكم بعد كده عشان نستقبل ضيفنا في الاستوديو ونبدأ اولى فقرات هذا البرنامج. التأمين الصحي الشامل هي فكرة ممتازة وفكرة جميلة، وأحسن ما فيها أنها تأمين شامل لكل طوائف المجتمع المصري. أنا موظف
وكان عندي تأمين صحي لي أنا لوحدي، وقرار يعني خدم كل طوائف الشعب أنا وغيري سواء كان موظف أو غير موظف هيتمتع به. تجربة عظيمة جدا من القيادة السياسية ومن السيد الرئيس إن هو حاسس بأن كل الناس يجب أن تتمتع بتأمين صحي. منظومة التأمين الصحي الشامل دي لو اتطبقت هتبقى حاجة كويسة جدا لكل المواطنين على أرض جمهورية مصر العربية، على الأقل إن كل مواطن هيلاقي أمان ليه من المرض ويعرف يتعالج كويس. بس المهم تطبيق المنظومة بكاملها، ما يجيش اطبقها في وقت وفي وقت ممكن انا ما تتطبقش كامله، لكن هو لو اتطبقت صح ده امان لكل مواطن مصر على ارض مصر يلاقي علاجه ويلاقي العلاج بتاعه والادويه بتاعته. التامين الصحي ده المفروض ان هو حق دستوري لكل مواطن، والمفروض ان الدوله دلوقتي بدات تاخد خطوات جيده جدا في هذا الموضوع، بدايه من الحمله بتاعه فيروس سي اللي هي يعني فعلا اثبتت ان هي من افضل الاعمال اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة الحملة ديت أظهرت للناس كتير جدا بعض الأمراض واللي هي ما كانتش موجودة يعني ما كانوش عارفينها، وتوفير العلاج نفسه مجانا بالنسبة للمواطنين ده كان في حد ذاته إنجاز رائع جدا 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 من الإنجازات اللي نفذتها الدولة خلال الفترة اللي موجودة دي. حاجة كويسة، بس أهم حاجة أنه فعلا يتطبق وتمشي منظومة صح، لأنه ده هيفيد جميع فئات المجتمع، الناس المقتدرة والناس الغير مقتدرة، فدي هيبقى يعني منظومة حلوة. في ناس ما بتقدرش تصرف الأدوية بتاعتها، في ناس ما بتعرفش تجيب تمن الكشف، فدي بصراحة حاجة كويسة يعني. حاجة ممتازة، وأي حاجة جماعية تتحملها الدولة حاجة جميلة جدا ويجب نشجعها. وطبعا التجربة ما نقدرش نحكم عليها من محافظة واحدة، لكن إن شاء الله لما تعمم على الجمهورية كلها هي بداية حاجة عظيمة، ويعني نشكر على القائمين عليها. رجعنا مع حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، أهلا بكم، وبرحب بضيفي سيادة المستشار عبد المعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. اسمح لي في البداية أن أنا أحيي الهيئة الحقيقة أنها استعادت قوتها وعافيتها مرة أخرى، لأن كان تم تهميشها لسنوات طويلة، وكنا زعلانين على ده نظرا للدور المهم المنوط بها أنها تقوم به، وأنها أطلقت يعني حقيقة العديد من المجهودات. كان في آخرها إطلاق هذه المنصة الدولية بلغات ثلاثة لتحقيق مزيد من التواصل مع العالم الخارجي، مزيد من التكامل، لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان ودور مصر وموقفها من قضية حقوق الإنسان الهامة جدا، موقفها من عمالة الأطفال، موقفها من الاتجار بالبشر، موقفها من الهجرة غير الشرعية، من كثير من القضايا الدولية اللي بتهم شعوب العالم كلها دور مصر بارز جدا فيها. فأنا في البداية الحقيقة قبل ما أسأل حضرتك عن هذه المنصة وما تحويه من أبواب، وكل باب بيحتوي على حاجات مهمة بتثبت مصر عملت إيه، يعني أنا معاك استعرضت باب الاتفاقيات، باب المؤسسات، باب الجمعيات، باب المؤتمرات، باب البيانات حتى الرسمية اللي صدرت في مواقف كثيرة، وقعدت تصفحت كده قد ايه شيء شيق ان كل مصري يفتح ويقرأ فعلا هذه البوابة او المنصة. يعني أسألتك في البداية عن قطاع الإعلام الخارجي. الإعلام الخارجي ده مشكلة، احنا بنتهم كإعلام مصري ان احنا مغيبين، وفي اهم القضايا لا نخاطب الا انفسنا، لا نخاطب الإعلام الخارجي. فدور قطاع الإعلام الخارجي في الهيئة العامة للاستعلامات استعاد عافيته برضه وقايم بدوره ايه هو؟ انا بشكر حضرتك اولا على التقييم المحترم لمجهودات الهيئة ولهذه المنصة ايضا. ده حقيقة الحقيقة جزء الإعلام الخارجي زي ما حضرتك قلت مهم جدا، ومسؤوليته بتقع على أجهزة عديدة في الدولة وليس فقط على هيئة الاستعلامات، ولكن دايما بننظر لهيئة الاستعلامات لأن منذ أن أنشئت الهيئة في سنة 1954 تحت اسم مصلحة الاستعلامات، ثم تحولت إلى الهيئة العامة للاستعلامات في عام 1967، منذ ذلك التاريخ حتى الآن جزء مهم أساسي من دورها هو التعامل مع الرأي العام الدولي، شرح قضايا مصر ومواقفها وسياستها للرأي العام الدولي، إمداد الرأي العام الدولي
المعلومات عن مصر والبيانات الصحيحة وتصحيح المغالطات التي يتم نشرها أو بثها عن مصر، إما عن جهل بحقيقة ما يجري في مصر، أو زي ما بنشوف دلوقتي عن تعمد وأموال بتدفع من أجل تشويه صورة مصر وإيذاء المصالح المصرية في العالم. الهيئة عندها مجموعة من الأدوات بتقوم بها في التعامل مع الرأي العام الدولي، عندها مجموعة من المواقع الإلكترونية والبوابات المهمة، عندها المراسلين الأجانب بنتعامل معهم من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب اللي بيمدهم على مدار الساعة بمعلومات ويقدم لهم تسهيلات لرؤية الواقع في مصر على حقيقته دون التشويه الذي يحدث. لدينا بعض الإصدارات أيضا العديدة بلغات أجنبية التي نخاطب بها العالم الخارجي، لدينا مجموعة من الملحقين الإعلاميين في السفارات المصرية في الخارج التابعين للهيئة واللي بيقوموا أيضا بدور مهم في هذا المجال. طيب إطلاق هذه المنصة الجديدة اللي كانت ليه السبب الأساسي؟ عايز أقول لحضرتك إحنا هو طبعا ثلاث لغات الأساسية العربية والفرنسية والإنجليزية. والإنجليزية صحيح. إحنا قبل سنتين كما تعلم جالنا رئيس الهيئة صحفي محترف هو الدكتور ضياء رشوان، أيوة نقيب الصحفيين طبعاً. نعم. وفي الوقت اللي جاء فيه كانت ولا زالت الحقيقة مصر مستهدفة بتشويه صورتها في مجال حقوق الإنسان. اتهامات مستمرة. نعم. أيوة. مصر بتتعرض لحملات مدفوعة الأجر ومسيسة من بوتيكات وتنظيمات وجمعيات ومؤسسات زي ما حضرتك بتشوف، والقضية الأساسية عندهم دائما هو اتهام مصر بانتهاك حقوق الإنسان. مصر تأخرت كتير في الصمت على هذه الاتهامات، مش بس الهيئة، احنا كدولة ككل يعني المسألة متفرقة المسؤولية على جهات عديدة، ولم يكن هناك عمل كبير يمكن أن يواجه هذا الأمر. وهو قرر الحقيقة من أول أسبوع كان في اشتباك إيجابي كبير جدا مع إحدى هذه المنظمات، طلع التقرير بتتهم فيه مصر مش عارف اختفاء قصري وما عرفش تعمل بجدية مع الأمر، عمل بلاغ للنائب العام، حققنا في الموضوعات، ردينا عليهم بحقائق ووقائع يعني دحضت كل الافتراءات اللي بيقولوها. فقرر منذ ذلك الوقت ان احنا نعمل نشاط اوسع واكثر دواما من اجل مواجهة الحملات التي بتستهدف الاساءة لمسألة حقوق الانسان في مصر. عملنا مجموعة من الاشياء بالاضافة للبيانات الرسمية والردود، عملنا اصدرنا في البداية دورية علمية محكمة اسمها دراسات في حقوق الانسان، دي بتصدر ايضا باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وموجهة للعالم وبتعيد المفاهيم المتعلقة بقضية حقوق الإنسان إلى نصابها الصحيح. هو اللي بيحصل إيه ده اللي هو لقى بالمنصة اللي هنتكلم عليها استغلالها بقى لأغراض سياسية. أنا مش بس كده عايز أقول لحضرتك، هم بيختصروا حقوق الإنسان عندما يتحدثوا أو يستهدفوا الإساءة لدولة زي مصر بالزبط. بيختصروا كل حقوق الإنسان في حقوق المتهمين وحقوق المجرمين وحقوق المتظاهرين وحقوق المتظاهرين. ده كله كلام مهم والله وكلام انساني. في حقوق الانسان الحقيقيه تمام، عندنا اولويات اهم، يعني حق الانسان في التعليم في الصحه، برافو عليك، حق الانسان في الفرص العمليه، الحقوق الثقافيه، حق الانسان في السكن، حق الانسان في كل حاجه، حق الانسان ان ينام امنا في بيته، حق الانسان بالزبط. في الامن بالزبط. حق الاطفال في الرعايه، حق ذوي الاعاقه ان يحصلوا على حقوق رعايتهم، حق المراه كفئه مفترض ان هي مستضعفه في المجتمع، حق الشباب ان يكون له دور وتمكينه الى اخره. بدانا نعيد هذه المفاهيم استنادا لدراسات علميه محكمه بتستند للنصوص الدوليه. انا ما بجيبش حاجه من خاصه عندنا. وان حضرتك طبعا عرفتنا من خلال هذه المنصه ايضا وذكرتنا بان مصر ماضيه توقيع على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية الإنسان والأقليات والمرأة والطفل وكل هذه الاتفاقيات. هو مفيش دولة في العالم مصدقة على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان. لا مفيش دولة في العالم. معظمها بالضبط. احنا عدد الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان اللي مصدقة على مصر أكتر من اللي مصدقة على الولايات المتحدة الأمريكية. أيوه. فبدأنا الدورية نجحت وشارك فيها كل رموز المثقفين في مصر
والمهتمين بهذا الامر. فانشا رئيس الهيئه بعد كده وحده اسمها، انا عايز اشرح للمشاهد بس بعد اذنك الدوريه يعني تمام. هذا الكتاب يعني اتفضل حضرتك بعدد جديد وهذا العدد ده بيصدر بصوره دوريه يعني بصوره كل فتره كل 3 شهور نعم. كل 3 شهور نعم. بس عشان ممكن حد يسال ايه دوريه دي يعني فصليات فبعد كده انشا الدكتور ضياء رشوان وحده اسمها وحده حقوق الانسان فيها مجموعه متميزه من المتخصصين في هذا المجال من خارج الهيئه ومن داخلها. هذه الوحده هي اللي جمعت اللي احنا بنقراه على المنصه. الحقيقه عمل الهيئه كله عمل متكامل ليست الوحده بمفردها وليست الاعلام الخارجي بمفرده وليس العاملين في كل ادارات الهيئه زي ما هقول لحضرتك. فالمرحله الثالثه بدانا نعمل هذه المنصه. هذه المنصه زي ما حضرتك تفضلت فيها اكثر من 10 ابواب بتعيد المفهوم للعالم كاصله وبعدين بتشرح بقى. احنا عندنا باب عن الحقوق الاجتماعيه بنقول عندنا مجالس في مصر، المجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لحقوق الإنسان. نشاط المجالس دي كلها بنقدمه للعالم باللغات الأجنبية وبنقول لهم نحن نحترم حقوق الإنسان وبشكل محايد، أدي اللي بيتم على الأرض، أدي القوانين بتاعتنا، أدي الدستور بتاعنا بيقول إيه، وأدي القوانين. ولدينا بالفعل بعض الممارسات الخاطئة في مجال حقوق الإنسان ولكن الدولة لا تقبلها وبيتم التحقيق مع من يتجاوز وبيتم الحبس لمسؤولين ولضباط ولأي حد وبيتم أهم من كده التوعية في المجتمع. هدفنا من كل ده أيضا توعية المجتمع المصري المواطنين المصريين نفسهم بحقوق الإنسان وليس فقط حقوق الإنسان طبعا. وواجبات الإنسان أيضا طبعا. لأن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مفاجأة شوية. كم انتهاكات حقوق الإنسان في العالم من الأفراد لبعضهم البعض أكبر من الانتهاكات اللي بتتم ما بين الدول والأفراد والحكومات والشعوب بالظبط. يعني عايز أقول لحضرتك العنف ضد المرأة الحكومة ليست هي التي تمارس، هي من الحكومة ملتزمة أن تحمي المرأة من التعرض للعنف ولكن الثقافة المجتمعية كذلك العنف ضد الطفل ضد الطفل ضد عائلات المنازل جريمة عمالة الأطفال تمام كل دي حاجات ممارسات بين الشعوب وبعضها الدولة من الأفراد الدولة مسؤولة أن هي توفر الحماية لهؤلاء بس الأهم من الحماية واللي هيحقق بالفعل احترام حقيقي لحقوق الإنسان في المجتمع هو انتشار ثقافة حقوق الإنسان بين الناس. كل واحد يعرف أنه اللي أنا بحضرتك أشرت في البداية ليه فكرة الإتجار بالبشر ودي مسألة مهمة مرتبطة يعني كنت عايز دوركم مثلا في هذه القضية كيف وضحت دور موقف مصر منها لأن احنا بنحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر. صحيح. والإتجار بالبشر ده يمكن حاجة غريبة قوي أن احنا لحد النهاردة بنتكلم عليه في 2019. صحيح. يعني العبودية دي انتهت من زمن بعيد. صحيح. في أشكال حديثة في أشكال حديثة ولها عصابات دولية. نعم وجريمة منظمة صحيح. طب يعني أنا عايز أقول لحضرتك نحن في بيوتنا في بعض الأحيان نمارس الإتجار بالبشر دون أن ندرك أن ما نفعله جريمة في حق أهلنا وأنها جريمة يعاقب عليها القانون. وهضرب لك أمثلة. زواج القاصرات هو إتجار بالبشر. طبعا. الإساءة لعاملات المنازل وإن احنا ناخد جواز سفرهم وإن احنا نمنعهم وإن احنا نؤنبهم وإن احنا نؤذيهم بدنيا هذا نوع من أنواع الإتجار بالبشر. الإتجار بالأعضاء البشرية. وهي جريمة كل شوية نكتشف عصابة بتتاجر في الأعضاء هذا نوع من الإتجار بالبشر. الهجرة غير الشرعية وناخد الشباب ونتاجر بهم على الحدود وناخد فلوسهم وهذا إتجار بالبشر. في أشكال عديدة من هذه الجريمة الحقيقة البشعة جزء مهم منها هو التوعية. التوعية. جزء منها من مقاومتها هو نشر الوعي بأنه ده مخالف للقانون وللأديان السماوية ولكرامة الإنسان وهذا انتهاك لحقوق الإنسان يجب أن يتوقف طبعا. يعني النهاردة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بنقول فيه أنه التوعية هي اللي ممكن تخلي كل واحد يعرف حقوقه يعرف واجباته يعرف حدوده ده الأهم تمام. في التعامل مع الآخر التوعية دي لها مجموعة من الأدوات أول حاجة منها اللي نتمناها بالفعل المناهج التعليمية يجب أن نبني مناهجنا التعليمية على فكرة احترام حقوق الإنسان أعرف الطفل والطالب أن أنا لي حقوق كإنسان وأعرفه برضو أن علي واجبات إزاء غير من البشر لاحترام حقوق تمام. غير التعليم عندنا مثلا
الإعلام له دور مهم، ومن هنا بيدخل دور الهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام الداخلي فيها، وبتعمل توعية في المحافظات بالذات اللي فيها بعض الظواهر الاجتماعية المسيئة أو اللي بتدخل بالزبط. تحت الإضرار بالبشر. أيضا ده اكتشفناه يمكن في العدد اللي في إيد سيادتك، عملنا ملف عن علاقة الفنون، علاقة الفنون بحقوق الإنسان، ومشاركة معنا الأستاذة المخرجة إنعام محمد علي، أستاذ محمود الحديني، الدكتور مدحت الكاشف، الناس والناقد الكبير الأستاذ كمال القاضي. اكتشفنا أنه السينما كنوع من مثل من التوعية بالوجهين والارتقاء بالفكرة عموما، حضرتك بالوجهين الفنون بتعمل دور خطير جدا، والدراما بتعمل دور خطير جدا من الناحيتين، من ناحية نشر الوعي بحقوق الإنسان وده دور مهم، ولكنها ايضا ربما عن دون قصد بتنشر احيانا ثقافه العنف، بتنشر بتشجع يعني تكرار مشاهد العنف قد يؤدي الى نشر ثقافه العنف في المجتمع، او تنشر التساهل في انتهاكات حقوق الانسان. يعني برضو هنا برضو في اعتراف بانه مش دايما القوى الناعمة أو الفنون أو الإعلام ممكن يبقى في صالح القضية، ممكن يعمل رد فعل أكيد عكسي. أكيد ممكن أكيد يعمل رد فعل سلبي أكيد كتير ومسيء استخدامه. بالضبط، لما بطلع البطل المدخن أنا بنشر فكرة التدخين وبشجع عليه، لما ظواهر كتير في المجتمع. بالضبط، هذا الأمر يتعلق أيضا بحقوق الإنسان. يعني أن الدراما دون أن تدري بتسهل قبول أن الإنسان تنتهك حقوقه ويقبلها. بالزبط. إذا تكرر مثلا هذا الأمر فبيرسخ في ثقافة المجتمع أن ده جزء من طبيعي ومن ده جزء طبيعي من ممارسات وهكذا. طيب في بقى هنا بقى كلام نقطة مهمة أوي، دوركم في التواصل مع أبنائنا في الخارج، المصريين في المهجر، المصريين في المهجر سواء هما طبعا مشاكلهم بتتنوع، معروف دايما انه المصريين في المهجر في الدول العربية لهم طبيعة مشاكل. صحيح. برضو انا بعتبر النظام الكفيل ده من ابرز الانتهاكات لحقوق الانسان، وفي الدول الغربية اوروبا وامريكا وكندا مشاكلهم من شكل اخر مختلف ومن نوعية اخرى. تواصلكم معهم شكله ايه دلوقتي؟ هو الحقيقة كتير بصراحة كانوا بيشتكوا حتى من سفاراتنا مش بس من الهيئة العامة للسلامات، انه مفيش تواصل كبير بينهم وبين الجالية الموجودة في دولة ما مثلا. صحيح. فانتوا دلوقتي مدى اتصالكم بيهم عمقه قد ايه وازاي؟ بص، عايز اقول لحضرتك الاهتمام بالمصريين في الخارج او التواصل معهم ليس يعني هدفا اصيلا من اهداف الاسلام، ليس دورا اصيلا، مش دور الدور الاصيل. دلوقتي عندنا وزاره والوزيره الحقيقه عامله مجهود كبير جدا. يمكن انا بحكم خبرتي عملت في عديد من سفاراتنا في الخارج، والمسائل يعني طبعا اوضاع المصريين في الخارج في السنوات الاخيره اختلفت جزئيا، بقت احسن كتير من زمان، عن زمان كتير جدا. والحقيقه ان الوزيره نبيله مكرم يعني سيده في هذا المجال عامله دور نشيط جدا الحقيقه، هايله اكثر من رائعه، بتحاول ان حتى تعوض سنوات الاهمال. كمان الدستور اداهم حقوق عديده جدا ونص على حقوقهم بشكل واضح، واداهم اعضاء نواب في البرلمان يتكلموا عنهم، اداهم حق الانتخاب. متخانقين على موضوع النواب ده انما يعني تجربه في البدايه. هي تجربه في البدايه حلوه. البعض بيقول لك ما بيمثلوناش، لا مش معانا في الانتخابات الجايه يحرصوا انهم يحضروا اكثر في. لكن انتوا ايه بالنسبه للعائلات المصريه المقيمه في الخارج؟ لما هتقرا كتاب زي ده مطلع على هيئه العامه للاستعلامات هتستفيد، هيقدر انه ينشئ اولاده على مفاهيم وعلى صحيح. ويعرفهم ببلده، يعرفهم صحيح. كل ده الحقيقه في تعاون لنا كبير جدا مع وزاره الهجره في هذا الشان، بنطلع دوريه ايضا بتطلع بعدد من اللغات للمصريين في الخارج اسمها ابناء الوطن في الخارج، وبتناقش قضاياهم وبيكتبوا فيها، وبننقل لهم ايضا بعض ما يدور في مصر. عندنا المواقع الالكترونيه ايضا فيها بوابات مخصصه للتواصل مع المصريين في الخارج، وايضا لنا الملحقين الاعلاميين اللي موجودين في الدول اللي بره ايضا جزء مهم من دورهم هو التواصل مع الجاليات. كل ده بالتعاون مع الجهتين الاصيلتين في شان المصريين في الخارج، وهم زي ما حضرتك تفضلت وزاره الهجره ورعايه المصريين في الخارج ووزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه. طيب دوركم بالنسبه للتصدي للحرب الاعلاميه المموله من الاخوان وغيرهم ضد مصر،
في الخارج، وهي حرب قويه لانه في يعني بيتم شراء صحف بعينها ومطبوعات بعينها وقنوات برامج على قنوات عشان يدوا حقائق مغلوطه بالفعل وبعيده عن الصحه. ازاي بتخاطبوهم دولكم؟ ازاي بتردوا عليهم؟ بص اقول لحضرتك، خلينا نعترف من البدايه كده ان الوضع الان فيما يتعلق ب هذه الحملات هو أفضل بكثير جدا مما كان قبل 3 سنوات أو قبل 2 سنين. والله طبعا أفضل بكثير جدا لأسباب أنا هقول لحضرتك عليه. الحملات لم تتوقف وتمويلها لم يتوقف، ربما زاد بالزبط. والإخوان زاد سعرهم بعد ما اتكشفوا أن هم ما يعني بقوا إرهابيين قدام العالم علني، ودول عديدة جدا اللي كانت بتقويهم وبتحميهم بتحاول دلوقتي تعلنهم جماعات إرهابية أو منظمات إرهابية. أيوه. ليه؟ إيه الإيجابي اللي حصل؟ اللي حصل حقيقة كذا على كذا صعيد. على الصعيد الأولاني إنه حصلت حصانة عند المواطن المصري إنه بقاش يتأثر بهذه الشائعات، إنه خلاص فهم إنه دي مجموعة مغرضة، وإن اللي بتقوله على الاقتصاد مش صحيح، واللي بتقوله على الأمن مش صحيح، واللي بتقوله على الأمر الثاني إنه أحياناً إحنا بنتكلم عن صورة مصر، فماذا عن أصل مصر؟ ماذا على الأصل على أرض الواقع؟ الأصل نفسه فرض نفسه على عيون العالم لدرجة لو أنت عايز تشويهه بقى صعب عليك، بقى صعب دلوقتي على مخلوق على الكرة الأرضية يقول إن الاقتصاد المصري فاشل أو ماشي في طريق فشل. يعني ما تحقق على أرض الواقع وباعتراف الدنيا كلها يمكن أن يضحى هذا الأمر. بالزبط. مستحيل إنه يطلع حد يمول حملة عشان يقول مصر غير آمنة مثلا. مصر آمنة والنادي الجمهور الكرة بيلعب والدنيا موجودة. يعني أقصد الأصل طغى على كل محاولات بقى أقوى من محاولات تشويه الصورة. أمر الآخر أيضا هو اللي هو دورنا بقى ودور غيرنا، إن احنا تواصلنا مع المراسلين الأجانب، بنمدهم بمعلومات صعبة، ناخدهم من إيديهم نوريهم العاصمة الجديدة ونوريهم قناة السويس ونوريهم المنطقة الاقتصادية. لما بتحصل أي حادثة بسيطة في مصر ولو حادثة مرور، الدولة تعلمت أن تنشر الحقيقة كاملة من اللحظة الأولى. فدي تجربة تعلمناها في مصر ما كناش بنعملها، كان غياب المعلومات هو بيدي فرصة على المعلومة. بيدي فرصة، واعتقدنا انه لما بنعتم على المعلومة احنا بنفيد الشعب، ما بنوصلش الشعب، ما بنوصلش بالعكس بنعمل فجوة بيخشوا المغرضين وهيتصدقوا عبال ما تيجي تنفي بقى بالليل بقى هيكون انتشرت المعلومة الخاطئة. عودة سريعة لانه قدامنا دقايق دقيقتين بالظبط للقارة الافريقية. هدفنا الرئيسي النهاردة ان احنا بنحلم ان يبقى في اتحاد افريقي وعملة افريقية موحدة، ويعني حتى بالمشاكل اللي موجودة عند الاتحاد الأوروبي إنما نجحوا في فترة من الفترات. حضرتك بتشوف إنه إفريقيا محتاجة إيه من مصر؟ يعني الرئيس دايما بيكون حريص إنه يعرض تجارب الإصلاح الاقتصادي في كل المؤتمرات الإفريقية اللي بيحضرها، التجربة المصرية. ممكن إفريقيا تستفيد إيه من مصر في مشكلاتها؟ وبالفعل بتستفيد منها ايه واحنا نستفيد ايه؟ وهل ضروره اقامه مشروعات في القاره الافريقيه الناحيه الاقتصاديه هتبقى مهمه في التعامل؟ سيادتك كده خلصت الدقيقتين؟ لا بس هاخد دقيقتين غير الدقيقتين هاخد دقيقه. انا عملنا ايه في الهيئه ودقيقه الافارقه ياخدوا مننا ايه؟ لو حضرتك لاحظت، بص انت لما بتنجح في حاجه في مصر بيبقى معاك ما تعطيه للاخرين، اوله قوه النموذج. حضرتك كان عندنا رئيس حكومه تنزانيا قبل عده ايام، قال ان احنا عايزين بنعمل عاصمه جديده اسمها دودوما، عايزين تجربه العاصمه الجديده عندكم تنقلوها عندنا. أي. لما عملنا مشاريع قالوا طب سد استجلر جورج تعملوا لنا زيه، وطلب رئيس تنزانيا من رئيس كده صراحه قال له زي سيادتك ما بتتابع المشروعات القوميه عندكم وتحت رعايتك وبتطلع بجوده عاليه في وقت قريب، انا عايزك تشرف انت على هذا المشروع اللي بتنفذه شركه المقاولين العرب. لما نجحنا في 100 مليون صحه، الدول الافريقيه بكاملها دلوقتي بتطلب بتقول انقلوا لنا تجربتكم، ساعدونا، ابعتوا لنا اطباء، ابعتوا لنا قاف. بدانا فعلا، بعتنا مصر بعتت لثمان دول افريقيه ومستمر. لما بتنجح في شيء بيبقى لديك ما تقدمه للاخرين، وذلك الكهرباء. كل الدول الافريقيه طالبه تتدرب على مشروع الكهرباء، ويقولوا اعمل لنا محطات كهرباء زي اللي عملتوها في وقت قياسي. هيئه الاستعلامات عملت ايه في السنه بتاعت رئاسه الاتحاد الافريقي؟ عملنا بوابه الكترونيه الان بتصدر ب9 لغات، عملنا كتاب عن مصر ب 13 لغه صدر منهم 10 والثلاثه هيصدروا، وده عليه طلب كبير جدا، بيتكلم عن مصر في كل المجالات بلغه مبسطه وبلغه الشعوب الافريقيه. اصدرنا قررنا نصدر 55 كتاب
عن علاقة مصر بأفريقيا وبكل دولة أفريقية على حد بلغات الدول الأفريقية وباللغات الأوروبية وباللغة العربية كمان لتعريف الشعب المصري. أصدرنا 15 وشين في الطريق، لدينا نشاط واسع جدا في التواصل مع أفريقيا، ويعني يعني بالتوفيق دائما إن شاء الله. يعني سيادة المستشار عبد المعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، سعيد إن حضرتك كنت معايا النهاردة. أنا تشرفت بحضرتك، لبيت الدعوة وأنا تشرفت بيك، أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. الله يخليك. بشكر كل مشاهدينا على حسن المتابعة، وبعد الفاصل مع زميلة شيرين الشايب. شكرا لكم، إلى اللقاء. بهني الأربعين طالب اللي نجحوا في امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر. والثانوية العامة صراحة الامتحانات السنة دي كانت بتتسم بالسهولة، وكانت بتتسم بعدم الصعوبة، والمجاميع هتبقى كويسة ومرتفعة، وطلع الطلاب ما حدش اشتكى من مادة ولا زي السنين اللي فاتت. يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله طبعا، وبنهنيهم كلهم ان ربنا يوفقهم ويجعلهم في مناصب عاليه دايما، وبنشكر البلد برضو اللي بتساعدهم في توفير التدريس وتوفير المدارس، والبلد تشكر على كل الجهود اللي بذلته معاهم، وربنا يوفقهم جميعا يا رب العالمين. والله نقول لهم يعني ربنا يوفق الطلبه بتاعتنا كلها، ونتمنى ان هم يبقوا هم، لان هم دول رمز البلد في المستقبل، فنتمنى ان نشوف خير فيهم ان شاء الله، وربنا يوفقهم جميعا باذن الله. يعني يلا الف الف مبروك، وطبعا الواحد يتمنى لهم النجاح، والمهم ان هو يعني كل واحد يختار الحاجة اللي بيحبها، مش لمجرد ان هو جاب مجموع كبير سواء 100% او 98 او 99 يبقى مجبر على الطب والهندسة، لان في كثيرين بيجيبوا درجات نهائية وبيجوا يدخلوا كليات اللي هي ما يطلق عليها كليات القمة، وبرضو للأسف ما بيحققش النجاح المأمول. أحب أن كل أوائل الثانوية العامة، وأقول يا رب وفقهم دايما من نجاح لنجاح، ويا رب دايما متفوقين ويرفعوا رأس أهلهم ويشرفوا الدنيا كلها يا رب، وعقبال يا رب ما كملوا دراستهم، كل سنة بالخير يا رب والنجاح دايما يا رب. أولا بهني أبنائنا وإخواتنا الطلبة، وربنا يوفقهم، ودي بداية مش نهاية، وإن بعد كده في الحياة هتبقى أسهل إن شاء الله، مش كله زي الثانوية العامة، ويدققوا في الاختيار، ومش شرط الكليات القمة، يعني في كليات تانية، بس هو يبقى عنده طموح ونجاح ربنا يوفقه فيها إن شاء الله تعالى. مساء الخير على كل حضراتكم، يسعدني اكون موجوده معاكم في الفقره الثانيه من هنا بسبيرو. واسمحوا لي قبل ما نبدا فقرتنا نحيي ونقدم كل التهنئه وكل التحيه لاوائل وطلبات وطالبات الثانويه العامه، الف الف مبروك لكل الناجحين على فكره. طبعا للاوائل على الجمهوريه شفنا مجموعه متميزه الحقيقه، والنسبه عاليه جدا، نتيجه عاليه جدا، وبنحييهم، بنحيي طبعا اهاليهم على المجهودات الكبيره اللي قاموا بيها، بس انا بحيي كل الناجحين عموما وكل اللي قدر يعدي، لان احنا عارفين ان يبقى فيه ضغط نفسي كبير جدا سواء على الطلبة أو على أولياء الأمور. ألف ألف مبروك يا رب بالنجاح والتوفيق في باقي الحياة إن شاء الله. وباقي الحياة بقى ده موضوعي النهاردة، الحياة إنه ده موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه، إنه إن إحنا ننجح في كل خطوة في حياتنا ده يعني محتاج الحقيقة لمجهود نفسي كبير جدا، محتاجين إن إحنا نفهم نفسنا كويس قوي، محتاجين إن كل إنسان يكون عنده نفسية سوية. الموضوع ده يعني قد يبدو بسيط، لكن هو في الحقيقة مش بسيط بالمرة. احنا
اتكلم مع حضراتكم، وانا فتحت الملف ده قبل كده بس احنا عايزين نفتحه تاني وتالت في حلقات كتير جدا، لان من المهم ان الانسان يفهم نفسه الاول علشان يقدر يتعامل مع الاخرين وينجح في كل بقى مراحل حياته، مش بس في الثانويه العامه، طبعا لسه قدامهم مشوار طويل جدا في الحياه. عشان كده انا مشرفني ان معايا النهارده دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي وايضا عضو الجمعيه العالميه للصحه النفسيه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا شيرين هانم، اهلا وسهلا بحضرتك. شرفنا منورنا النهارده يا دكتور. خيرك، ده نورك، اهلا وسهلا. اخبار الصحه النفسيه ايه الاول؟ كلمنا كده عن الصحه النفسيه في مصر، شايفها ازاي؟ شوفي، هو للاسف في ناس كتير بتطلع على الشاشات وتردد يعني كلام ممكن يصيب الناس شويه بالاحباط، زي ان المصريين مصابين بالاكتئاب. وده كلام غير علمي وغير صحيح. ليه؟ ممكن يكون المصريين او كتير من المجتمعات اللي بتبني نفسها مصابين بحاجه اسمها الديسفوريا. لا، ترجمه بقى دكتور يعني. الفرق ما بين الدبريشن والديسفوريا ان الدبريشن ده مرض اضطراب معلوم الاعراض، ولكن كتير جدا من الناس ممكن يكون عنده كتير جدا من احتياجاته اللي تم تلبيتها الا انه مش حاسس بيها. وهنا ده بيحتاج لخطه علاجيه وفقا لانه مريض اكتئاب. اما اللي عنده ديسفوريا يعني اعتلال مزاجي. الاعتلال المزاجي. طب ما الاعتلال المزاجي ده تقريبا كلنا بنمر بمراحل الاعتلال المزاجي ده، حقيقي. واللي هو بيقول عليها الابس اند داونز، او يعني التقلب المزاجي. التقلب المزاجي ده غير الاعتلال. الاعتلال ان انا ببقى معتل مزاجيا لسبب معين، بزوال هذا السبب يتحسن المزاج. يعني انا جاي في الطريق والطريق زحمه جدا، ببقى معتل مزاجيا. لو الطريق كويس وسهل وبسيط بلاقي نفسي احسن. وصلت فمش لاقي مكان مثلا اركن فيه، ببقى معتل مزاجيا. رحت مصلحه حكوميه لقيتها زحمه قوي ومش عارف ان انا اخلص اوراقي، ببقى معتل مزاجيا. اذا الاعتلال المزاجي مشروط بمواقف معينه مرتبط بيها، اذا ما زالت هذه المواقف زال الاعتلال. فلما نلاقي الناس او نعمل تقرير معاهم في الشارع ويكونوا مثلا متضايقين من زحمه، من مصالح حكوميه مش قادر يخلص اوراقه، ده ما يتقالش عليه مكتئب. لا، ما ينفعش. ده نقول عليه بس ان هو تعبان من ظروف حياتيه معينه، معتل. بزوال السبب هيزول الاعراض، لكن الاكتئاب لا. الاكتئاب طبعا مرض اضطراب، ومش شرط ان هو يكون مرتبط بمواقف معينه. نسبه كبيره من المكتئبين بيبقى خطه علاجهم مبنيه على انه يعرف هو ليه جاله اكتئاب. طب هو الاكتئاب اصلا مش فيه جزء وراثي يا دكتور، ولا هو ممكن يجي في يعني في عوامل معينه هي اللي زي ما بيقولوا عليها بتعمل تريجرنج او بتنشط وتفعل الاكتئاب؟ شوفي يا شيرين هاني، ما يورث في كل الاضطرابات النفسيه والسلوكيه هو الاستعداد فقط. ودي نقطه مهمه جدا. لان كتير تيجي واحده تقول لك يا دكتور انا متقدم لي حد بابا مريض بالاكتئاب، او مامته مريضه بالوسواس، او بابا كان بيتعالج من كذا. نقول لها من فضلك ان ما يورث هو الاستعداد فقط، واي اضطراب بيصيب اي حد في اي مرحله من عمره بيكون راجع لسبب من ثلاثه او للاسباب الثلاثه مجتمعين. الاول جينيتك فاكتور اللي هو العامل الوراثي، وقلنا ده يورث الاستعداد فقط. والثاني هي الانفايرمنت، انا ربيت ابني ازاي. لان في ناس عندها الاستعداد الوراثي وما طلعتش بنفس الاضطراب لانها اتربت بطريقه صح. يعني اذا انا اقدر اسيطر على ده، حتى لو في ناس عندها استعداد وراثي انا اقدر طبعاً اخليه انه ما يجيلوش المرض. طبعا. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك اكتر بالتفصيل عن الاكتئاب ونسبته في مصر قد ايه، بس احنا عايزين نتكلم اول عن المؤتمر الدولي السادس للصحه النفسيه. أيوة. كلمني حضرتك عن المؤتمر واهم النتائج اللي خرجتوا بيها، وبعد كده نبص، لان حضرتك عندك حاجات كتير انا عايز اتكلم فيها، موضوعات مهمه جدا قريتها على صفحتك. كلمني الاول عن المؤتمر. شوفي، المؤتمر ده انا كنت مدعو فيه، مش احد منظمينه خالص، انا كنت مدعو كسبيكر. وده المؤتمر الدولي السادس للصحة النفسية والمجتمعية، انعقد في جامعة عين شمس في دار ضيافة جامعة عين شمس الخميس 11 يوليو الماضي. وكانت بتنظمه كلية البنات، واسمحي لي ان انا اشكرهم لان مجهودهم كبير جدا. سواء العميدة الاستاذة الدكتورة رقية، او الوكيلة الاستاذة الدكتورة مي حلمي، حييهم طبعا. وكانوا بمزلين مجهود كبير ان هم جايبين سبيكرز كتير بيتكلموا عن موضوعات تفيد الناس. اخترت لهم موضوع لطيف كده اسمه اكتشف شخصيتك. الفكرة في اختيار هذا الموضوع ان دايما في اللقاءات او الندوات العامة اللي بعملها وانا موجود في مصر، ببقى عايز ألبي الاحتياج ان الناس تاخد الحاجة اللي تكمل بيها خطوات بعد كده. فيقدر لو شاف الحلقة دي بعد كده على يوتيوب يكمل حاجة كانت ناقصاه من غير ما يروح للدكتور.
او ان هو يطلب مساعده مدفوعه الاجر او ما الى ذلك، انه يقدر ازاي ينمي فكره الصحه النفسيه عند الناس. طيب حضرتك هنا اثرت نقطه مهمه جدا، وهي ازاي نعرف شخصيتنا. الحقيقه ان انا اعتقد ان معظمنا، ان ما كانش كلنا، ما بنبقاش عارفين شخصيتنا غير يمكن بعد وقت طويل جدا. ازاي الواحد يعرف شخصيته ونوعها وايه هي انواع الشخصيات عشان بعد كده يقدر يتعامل في المجتمع؟ ما انا لو ما فهمتش نفسي مش الاخرين مش هيفهموني يعني. هي الازمه الاكبر يا شيرين هاني مش انه بيعرف شخصيته بعد وقت، انه بيعرف شخصيته بعد اللي بيحصل له خلال هذا الوقت. يعني كتير من الناس مش بتشتري حاجات ولا بترتبط بشخصيات ولا بتكمل في شغلانات علشان هي عايزه كده. لا، هي بتكمل وهي مش عارفه بتعمل ليه. يعني هديكي مثال بسيط جدا. هو احنا بنشتري باحتياجاتنا ولا بنشتري بمشاعرنا؟ بالاثنين. للاسف ده مش حقيقه. احنا بنشتري باحتياجاتنا؟ لا، احنا بنشتري بمشاعرنا. بنشتري اللي بنحبه، بنشتري الموبايل اللي بنحسسنا ان احنا مبسوطين، ونركب العربيه اللي بتحسسنا ان احنا راضيين. حتى الناس اللي متجوزين تلتينهم تقريبا لما بنيجي نسالهم انت اتجوزت ليه؟ يقول لك عشان ده المفروض اتجوز. اذا هو مش بيحدد ابدا هو محتاج يعمل الحاجه دي ليه، ولا يقرب من الشخصيات دول ليه، ولا يكمل وسط الناس دول ليه. فبيبدا يتعرف على شخصيته بمبدا صعب جدا ومجهد للغايه اسمه التجربه والفشل. اللي هو التعلم بان انا امارس الحاجه وبعدين اشوف هي بتناسبني ولا لا، وارجع بعد كده اقول لا ده انا شخصيتي مش كده، ما كانش يناسبني ان انا افضل موجود مع الناس دول او في الشغلانه دي مثلا، ولا كان ينفع ان انا ابقى موجود هنا، ولا كان يصح ان انا اكمل في المشوار ده. وهنا بتيجي اصعب نقطه ممكن يمر عليها الانسان. هي مش الصعب فيها الخطوه الاولى، الخطوه الاولى عمرها ما بتكون صعبه. الخطوة الصعبة والمؤلمة فعلا هي خطوة المنتصف. لما تسألي نفسك هو أنا كان صح أن أنا بدأت كده؟ وهيبقى صح لو توقفت دلوقتي؟ هو أنا ينفع أن أنا أكمل وأخسر اللي أنا خسرته؟ ولا أنا كده كفاية اللي خسرته وما ينفعش أن أنا أكمل؟ ده السؤال ده أعتقد بيسأله كل الناس تقريبا، يعني بعد ما يمر فترة من حياتهم واشتغلوا في أي مهنة أيا كانت بيسألوا نفسهم السؤال ده، أو حتى مثلا في علاقات الجواز أو يعني في علاقات الصداقة. في كل حياتنا تقريبا كل الناس أعتقد بتسأل نفسها السؤال ده. دكتور بتسأل نفسها السؤال ده لما تحصل الأزمة. والأزمة أمر تقديري لكل واحد فينا. يعني في حد ممكن حياته تكون بايظة خالص وهو يعني راضي وبيقول الحمد لله وانا هفضل متكيف، وفي حد تاني بيشوف ان هو يستحق ما هو افضل من ده. مش افضل في الامكانيات ولكن افضل في التقديرات. انواع الشخصيات هي اللي بتختلف في فكره الاحتياجات. طب انا قبل ما وقتنا يمر عايزه حضرتك تشرح لي انواع الشخصيات ايه هي، وازاي كل واحد فينا يبقى عنده المفتاح اللي يعرف بيه شخصيته ويتعامل بيها ازاي. من برضو بعض الاخطاء المنتشره على كتير جدا من الالسنه ان احنا نطلع ونتكلم عن انواع الشخصيات على ان هي الشخصيه الهستيريه والشخصيه النرجسيه والشخصيه السيكوباتيه. ودي مش انواع الشخصيات، دي انواع اضطرابات الشخصيات. يعني الناس اللي بيجي لها اضطراب في الشخصيه هي اللي بتعاني من احد هذه الاضطرابات، مش لكن احنا بنتكلم عن الشخصيات السويه دكتور دلوقتي. احنا بنتكلم عن الباترن اوف بيرسوناليتي اللي هو النمط الشخصيه اللي كتير منا بيبقى عايز يعرفه هو انا انهي واحد منهم. ولما بنيجي ندور بنلاقي نمط يعني غريب جدا بيتردد على مسامعنا، ان انا شخصيه حسيه وان غيري شخصيه سمعيه وان دي شخصيه حركيه. وللاسف ده تصنيف كلاسيكي وقديم الى حد كبير. عشان كده كان في احتياج شديد ان احنا نصمم برنامج يقول لنا هو احنا انهي نوع من انواع الشخصيات وفقا لسمات الشخصيه. وحبيت ابسط المعلومه جدا انطلاقا من اني مؤمن ان اللي مش هيجي على تخصصه بزياده فهو عليه زياده. حلول. يعني لو انا ما قدمتش حاجه زياده على تخصصي يبقى انا زياده على هذا التخصص. وكذلك واحنا في البلد، اللي مش هيقدم حاجه لبلده هو زياده على البلد، اللي مش هيقدم حاجه للبرنامج وهو زياده على البلد، وهكذا. البرنامج ده كان قائم على فكره بسيطه جدا يسهل بيها استيعاب الاحتياجات ويعرف الانسان هو ايه وايه قصته ومحتاج ايه من اللي قدامه وينفع يكمل معاه او لا. طب انا برضو هسال حضرتك سؤال تاني. يعني احنا اللي بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يعرف انا مين، انا شخصيتي ايه، يعرف ازاي؟ يعني نديلهم كده التصنيف السريع انه شخصيات 1 2 3 وكل شخصيه المفروض الواحد يتعامل مع نفسه ومع الاخرين. حلو قوي، حضرتك جاوبتي على السؤال في نهايه سؤالك. انا عايز اعرف انا مين وازاي اعرف نفسي. هو الحقيقه انا ونفسي حاجتين مش حاجه واحده. يعني لما بنيجي نسال حد هو انت واحد ويقول لك ايوه، للاسف هو لم يرتقي بعد لدرجه من الوعي انه يعرف ان هو مش شخص واحد. لا، احنا عندنا مجموعه نفوس
ومجموع الدرجات من هذه النفوس موجودة جوا كل واحد فينا ومرتبطة باختياراتنا ومرتبطة بأسلوب حياتنا ومرتبطة بمكاسبنا ونجاحاتنا وسعاداتنا وألمنا وإيه اللي احنا بنحققه وإيه اللي فشلنا في تحقيقه. حضرتك كده فكرتني بأنه يعني بورد بقى في القرآن النفس المطمئنة النفس اللوامة النفس الأمارة بالسوء. ده حقيقي. يعني ده يتوائم مع التعبيرات. مش ثلاثة بس. لكن أنا أقصد إن في أكتر من نفس زي ما حضرتك بتقول. هم تقريبا سبع درجات. سبع درجات. سبع مرات. يعني كل واحد فينا سبعة. كل واحد فينا سبعة أنواع النفوس أو درجاتها سبعة. التصنيف ده كان أقره علماء الصوفية الإسلامية وأنا دايما باخد بيه في أبحاثي علشان خاطر في واحد من علماء النفس الغربيين اسمه كارل يونغ. الراجل ده راجل عظيم جدا كان أحد المشقين عن فرويد اللي هو أسس التحليل النفسي. قال جملة لطيفة قوي يا شيرين هاني. قال هزلنا بيتكلم عن علماء النفس في فهم النفس البشرية أطفال في رحاب الصوفية الإسلامية. الله. وده غربي. وده غربي. غربي وغير مسلم. بالظبط. طيب الامر ده بيرجع لايه؟ بيرجع لان انا اعرف حقيقه نفسي علشان ما اقعش في مشكله تاذيني ولا اذي حد وانا مش واخد بالي. ومن الطف الاصحاحات اللي اتكررت في الكتاب المقدس ما جاء على لسان بولس الرسول. احنوا على ضعفاء نفوسكم وكونوا ارحموا بهم من ضعف نفوسهم. لان اوقات احنا ممكن ناذي حد واحنا مش واخدين بالنا ان احنا بنضره. بكلمه ممكن اساله هو ايه؟ مفيش حاجه جايه قريب؟ مش هنبارك لك قريب؟ مش هنطمن ده انا كده بعمل توتر عالي جدا على الشخص. لا ده انا كاني انا جرحته وبعدين قابل حد تاني حط له شويه خل على الجرح وبعدين قابل حد تالت راح حط له شويه ملح على الجرح وهكذا. ونعيش بنخبط في نفوس الناس وبنقلم الناس وبنوجعهم وبنتوجع منهم وبيخبطوا فينا وبيجرحونا واحنا مش واخدين بالنا احنا بنعمل في نفسنا كده. طب حضرتك تنصح كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي ان هو يعمل ازاي؟ يبدا باكتشاف نفسه ازاي والاخر؟ خلينا نتفق الاول على تعريف مهم جدا للصحه النفسيه. ارجو كل اللي بيسمعني انه يحطوا حلقه في قلبه قبل ودانه. الصحه النفسيه يا شيرين هانم مش معناها ان انا ما عنديش اضطراب، مش معناها ان انا ما عنديش مرض. يعني مرض نفسي حضرتك بتقصد؟ هو ما عادش في حاجه اسمها مرض نفسي. بقى اسمه اضطراب نفسي. يعني كلمة ديس أوردر أو مصطلح ديس أوردر أصبح هو المصطلح المستخدم عالميا لوصف المشكلات والاضطرابات النفسية. طيب تعريف الصحة النفسية لما نيجي نقوله هيفهمنا هو يعني إيه أنا عندي صحة نفسية. الدارج عند الناس إن فلان ده ما عندوش مرض يبقى صحيح نفسيا. للأسف يا فندم ده مش حقيقي. ما هو أنت ممكن ما يكونش عندك مرض مشخص ولا بتخضع لبرنامج علاج محدد ولا حتى بتاخد أدوية معلومة، بس بتصحى من النوم وانت عندك كم كبير من شلالك متدفق من افكار سلبيه ما بتقدرش تتخلص منها الا بمزيد من السلوكيات السلبيه اللي بتمارسها. لما توصل في يومك على مدار ساعات يومك وانت بتعاني من كميه المشاعر السلبيه المرتبطه باشخاص او مواقف مش قادر تتخلص منهم. لما وانت قاعد مع نفسك تتخيل كل حاجه سيئه ممكن تحصل وتتضايق منها رغم انها ما حصلتش. وانت قاعد لوحدك تفتكر كل حاجه وحشه حصلت رغم انها انتهت وخلصت. وتقدر بوقت قصير تخرج نفسك من اي حاله كويسه وتدخل في أسوأ حالة ممكن تمر بيها. ده حضرتك اللي بتقوله ده تعريفه إيه بقى؟ ده معظم الناس بتعمل كده يا دكتور، ده تعريفه إيه؟ خلينا نعرف الأول الصحة النفسية. الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية قالت إن الصحة النفسية لا تعني أبداً الخلوة من المرض. إنها تعني إيه يا فندم؟ قالوا إنها تعني التمتع. ركزي بقى وحط تحتها مليون خط. يعني ايه تمتع؟ يعني استمتاع، يعني انبساط، يعني اللي مش مبسوط ومش مستمتع ما عندوش صحة نفسية؟ أيوه يا فندم. التمتع بايه؟ بجودة الحياة. طب ما هو في ناس كتير هتقول لك ما احنا الظروف مثلا صعبة، ما الحياة فيها صعوبات كتير، ما احنا عندنا صعوبات سواء اجتماعية سواء اقتصادية كان يعني. حاضر. التعريف نصه كالآتي: التمتع بجودة الحياة النفسية الجسدية الاجتماعية ورفض الروحية. رفض الروحية. سيبك ان هم رفضوها ليه؟ عشان المجتمع غربي. خلينا دلوقتي في ان هم الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية. ماشي. طيب في واحد ممكن ده هو ايه ايت لاف براي يعني مثلا ممكن يكون واحد عنده مشكلة جسدية ومع ذلك شايف ان المشكلة دي مش هتوقفه ابدا وبينزل بالكرسي ابو عجل بتاعه واقصى طموحه ان هو يعمل اكتر من اللي بيعمله الشخص السليم المعافى اللي واقف على رجليه واللي مفيش حد بيساعده. اذا المشكلة فيما لحق به من الم وخلل جسدي ولا في تقديره هو لهذا الالم؟ تقديره طبعا. طيب في حد تاني بيكون عنده ظروف بيئيه ومجتمعيه وتربويه سيئه جدا ومع ذلك بيخرج من هذه الظروف ويقدر ان هو يكمل وعندنا نماذج احصرها لك واقولها لك لكتير جدا من الحلقات. وناس تانيه بتصحى من النوم وتبدا مرحله التامل في جميل خلق السقف ويبدا يستدعي كل حاجه وحشه ممكن تحصل.
ان انا اروح نفس المبنى واقابل نفس الناس واتكلم مع نفس الشخصيات واقعد في نفس الاستوديو واقول نفس الكلام واعمل نفس الحاجات واشوف نفس اللي كان بيضايقني وبيتصمت عليا وبيتجسس عليا وبيتحسس على اللي انا بقوله واقابل نفس اللي بيخدعني واقابل نفس الناس اللي انا مش عارف ارد عليهم. طب النمط ده حضرتك بيصنف على انه سنسيتيف بيرسوناليتي. سنسيتيف يعني حساس جدا. بيتحول بعد كده لاوفر سنسيتيف بيرسوناليتي وبعدها بيتحول لهايبر تنشن بيرسوناليتي بيبقى شبه الاستك المشدود اللي هو ايه شديد القلق بقى مثلا. اقل كلمه تفكر فيه واقل شخص يحدث فيه اكبر اثر واصغر موقف يسيب فيه اكبر علامه ويفضل من حاله من التردد لحاله من الاحباط لحاله من المبالغه الشديده جدا ويعود لنفسه عشان يلومها ويأنبها على كل حاجة هو عملها. ندخل في نفس اللوامة بقى. بالظبط. طيب السنس بيرسوناليتي أو الشخصية الحساسة اللي بتقلب لحساسة جدا وبعد كده بتبقى حالتها صعبة قوي، دول يتعاملوا مع نفسهم إزاي يا دكتور؟ أو نقول لك الأول البروجرام اللي إحنا اقترحناه في المؤتمر. طيب. البروجرام ده كان عبارة عن برنامج مكون من خمس أصناف على أساس إن هم خط أو نمط أو شبه شكل اليد. وحبيت ان المعلومه تبقى مبسطه عشان نقربها للناس اكتر. وقلنا ان اسماء الاصابع هي هتكون اسماء انماط الشخصيات. وكان اللي يهمني من هذا البرنامج مش ان بس كل واحد يعرف هو انهي نمط فيهم. لان الطبيعي ان ممكن يتارجح ما بين نمط او اثنين. ولكن كان يهمني جدا ان كل واحد يعرف هو انهي نمط ينفع مع النمط الثاني. عشان ما نكربش حياتنا وبعد كده نقيم شخصياتنا. عشان ما نصحاش كل يوم الصبح عندنا 240 واحده مطلقه. ما نصحاش كل يوم الصبح مع شروق كل شمس عندنا 240 واحد خد لقب مطلق. عشان ده ليه علاقه اساسيه بموضوع الطلاق طبعا. لان هو غير راضي عموما فمش قادر يعيش مع الشريك. هو مش عارف. هو مش عارف ايه يا دكتور؟ مش عارف هو ايه ومش عارف هو محتاج ايه ومش عارف وبالتالي مش عارف يتعامل مع اللي قدامه. هو اصلا مش شايف اللي قدامه ده يناسبه اصلا ولا لا فبيجرب. عارفه لما اقول لحضرتك انت تعرفي الاكل ده ما اعرفوش طب يلا نجرب. مهما جاب لك بقى من مشاكل صحيه بعدها عدى عليكي وقت بذلت مجهود مريتي باحباطات خدتي سلبيه كبيره جدا في مجموعه خبرات واثرتي انك ما تكمليش. طيب هو انا للاسف احنا قدامنا دقيقه واحده وانا عندي لسه اسئله كتير وعايز اعرف بقيه انماط الشخصيات بس انا عندي هنا موضوع مرتبط جدا بحدث الثانويه العامه حضرتك قلته. أيوة. على صفحتك وعايزه تعليق حضرتك على الجمله دي قلت مهما كان مجموعك في الثانويه العامه 55% او 99% انه ده ليس الا مجرد رقم المهم حياتك بعد كده. صح. تقول ايه لان دي نقطه مهمه جدا اللي جاب المجموع مش عالي. بالزبط. وعنده حاله احباط تقول له ايه؟ احنا بقالنا كتير جدا من الاشهر الاسر المصريه عايشه في حاله من الضغط والتوتر وكانهم داخلين سبق. بابا هو داخل سبق علشان خاطر يوصل في النهايه لرقم هو ما يعرفش دلالته ومتخيل ان الرقم المرتبط بامتحان تحريري ابنه او بنته قعده في وقت من الاوقات ممكن يجيله في مغص او توتر او قلق او ايه من المشاكل الجسديه او غيرها وبعدين يحكم عليه انه بقيه حياته مش هيكمل. ودلوقتي فرقناها ان انت عندك كليات قمه وكليات قاع ومش كل اللي دخل كليات القمه كان فيها ولا اللي دخل كليات سميناها مش قمه كان في القاع. اذا مهما كان مجموعك المجموع الحقيقي هو انت تحمل من قدرات وامكانيات وطاقات انت حريص على ان انت تعديها. ارجو بكل اب وكل ام سامعيننا في الحلقه دي انك تعرف ان مجموع ابنك الحقيقي هو مجموع ثقته بنفسه ومهاراته الحياتيه. صحيح. وقدراته الحقيقيه اللي يقدر انه بعد كده يبقى متميز في اي كليه هو يدخلها. مش شرط انه يدخل في الحياه العمليه هو. كمان بعد كده بالزبط. لما يتخرج هو بعد الدراسه هيتخرج هيشتغل في مهنه لازم يبقى متميز فيها. بالزبط. بدليل ان احنا ممكن نشوف ناس بتجيب درجات عاليه بعد كده ما بتتميزش في الحياه والعكس. ده بالعكس ده بتفشل. مش كله طبعا هنقول مش كله لكن وفي ناس ثانيه بتبقى مجموعاتها قد تكون مش كبيره لكن بعد كده ممكن يبقوا ناجحين جدا. في ناس كده كتير ثالثه بتنجح ما بتبقاش مبسوطه وبتخرج من طب وهندسه وكليات سميناها بكليات القمه ومش مبسوط خالص ومش قادر يكمل. وقتنا خلص. كلمه واحده ازاي الانسان يكون سعيد؟ احفظي خمس حاجات مهمه جدا. ارضي نفسك على قد ما تقدري بانك ترضي ربك لانك لما تلاقي نفسك انك عايشه في المعيه دي هتحسي انك مطمنه مهما كانوا البشر وحشين. وصرحي نفسك بالاخطاء دي عشان تقدري انك تتخلصي منها لان بدون الاعتراف بالمشكله مش هيكون في خطوات لحلها. وبذولي اقصى جهد واضربي بكل المعوقات عرض الحائط مهما كانت بني ادمين او مشاكل او اشخاص. المهم انك مكمله مهما حاولوا يوقعوكي وده الطبيعي. حاولوا يوقفوكي وده العادي. الاهم من كده انك تقفي واقفه مع نفسك وتساليها هو اللي انا بعمله ده هو اللي انا عايزه ولا ده اللي المفروض عليا
وانا بمشي في السبق وخلاص. يبقى نعمل اللي احنا عايزينه وما نخليش حد يكسرنا. وانا هستعير كلمات الاغنيه، انا ابن مصر انا ضد الكسر. الحقيقه انا اتشرفت جدا بلقاء مع حضرتك، ولسه هيكون لينا لقاء ثاني لان عايزين نكمل باقي انواع الشخصيات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعيه العالميه للصحه النفسيه، شكرا جزيلا، شرفنا بحضرتك. وبشكر كل حضراتكم، وزي ما قلنا كده وزي ما دكتور احمد قال نكمل، محدش ابدا يوقفنا ولا حد ابدا يكسرنا. تصبحوا على الف خير.